السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله دكتور أحمد. حياكم نسعد الله بهذا دكتور. اللقاء، بارك الله فيكم، نسعد بهذا اللقاء المتميز وبهذه الذكرى المتميزة، ذكرى مرور 8 سنوات على الإطلاق منصة أريد العلمية. بطبيعة الحال بهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص التهاني والتبريك لمنصة أريد المتألقة ولمديرها ومؤسسها الدكتور سعادة الدكتور سيف السويدي ولكل هيئاتها الاستشارية والإدارية والتنفيذية ومجلسها العلمي وأمانتها العامة وإلى كل أعضائها المنتسبين إليها. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمكن لها وأن ييسر أمورها وأن يثبت لها حتى تكون منارة للعلم والمعرفة وتكون نبراسا للأجيال الصاعدة وأجيال المستقبل. بارك الله مسعاكم وسدد خطاكم وتقبل منكم، والسلام عليكم ورحمة الله.